إياد من فلسطين. مساء الخير إياد. مساء النور. إياد أنت ولد ولا نعمان؟ نعمان. مساء الخير نعمان. مساء الخير نعمان. نعمان عمرك كم؟ كم أدي عمره إياد؟ أدي عمره نعمان؟ 4 سنوات. شو اللي بيتميز فيه يعني نعمان بعمر 4 سنوات عن باقي الأطفال والأولاد اللي بعمره؟ بيتميز عن الأطفال التانيين إنه بيأكل الفلفل بكميات كبيرة جدا تفوق أي تصور، يعني كميات ممكن إنه يأكل أكثر من كيلو في الساعة فلفل حار. عادة اللي بياكل حار أول شيء بيشعر بالحار وبلش يدمع عيونه وهو يبكي يعني من الحار. هيك بصير مع ابنك نعمان؟ نهائيا ما بصير زي هيك ابدا ابدا. شو درجة الحار؟ بتكون الحار خفيف يعني اللي بياخده؟ لا لا، بتكون كمية حرارة الفلفل كيف بتكون عالية جدا، ما بيشعر بشيء؟ ما بيشعر اطلاقا. ليه ما بيشعر ابدا؟ ليه ما بيشعر؟ بتعرف ليه؟ يعني يقال انه حسب الدراسات انه الاطفال لما يتعودوا على 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 نسبة حار من هن وصغار ما بيقعدوا بحسوا بالحار، هل لانه من ورا هالشيء ما بحس؟ شوف، بالنسبة لهي الشغلة لحد الان ما في تفسير، يعني ما في طبيب اللي يفسر لي هاي الحالة اللي هو فيها ابني. طبعا هو بلش من سن سنة، من سنة هيك لحاله بلش ياخذ حاره ويطعم. عادة الاولاد بعمر السنة يعني بياخذوا امور حواليهم بحطوهم بتمهم والاهل بعيطوا بصرخوا لا ما تاكل ممنوع تاكل. كان عم يعرف شو عم بحط بتمه؟ كان عم يعرف واخذوا منه الفلفل وصار يبكي علشان اخذوا منه الفلفل فردوا رجعوا له اياه. هذا كان عمره سنة عم بتقلي؟ كان عمره سنة. اوكي، كان عم يبكي بده الفلفل عم بتقلي الحار؟ كان يبكي ويصرخ كمان بده الحار. طبعا ما حاولت تمنعه تقول له هيدا ما بصير؟ ما يعني حاولوا يمنعوه في البيت ولحد الان نمنعه انه يسيب الفلفل، ما بنقدر على هالشغله. ليه انت بدك اياه يضلوا ياكل فلفل لكان؟ بطمح لكتاب جينيس. ابنك يدخل كتاب جينيس؟ ايوه. كتاب جينيس ما في ولا ولد بياكل حار، يعني ما في ريكورد انه ولد بياكل حار، يعني ما حدا حطم هذا الرقم القياسي. اليوم ابنك بياكل، ولكن بجينيس بيقولوا اللي هو نوع حار اسمه بوجولوكيا تشيلي بابر اللي هو اقوى انواع الحار. ممكن ياكلوا او لك يجيبوا لنا اياه؟ وتحدي، تحدي انه ممكن ياكلوا؟ تحدي يجيبوا لنا. بياكل كل انواع الحار، مطحون، اخضر، احمر، جميع الانواع، بكل الانواع وجميع الفلفل بكل انواعه. بس ولكن انت ايضا يعني والد وايضا مسؤول عن طفلك اللي هو عمره 3 4 سنوات، ولكن في مضاعفات لاكل الحار، يعني غير انه واحد بدم عيونه بيتحرحر، في مضاعفات، بصير في معه قرحه على كبر، بصير معه ريفلكس، بصير معه يعني التهابات بالمعده، مشاكل بالكولون ايضا. انا معك. الطفل من عمر سنه لحد الان انت بتعرف معده الصبي بتكون مش زي معده الكبير، بتكون حساسة أكثر، يعني حساسة أوقات أكتر. ولد على حليب بيعمل ريفلاكس، بيعمل نوع من الحموضة. هلأ هو من سن سنة لحد الآن 4 سنين وبيأكل وبيتناول الفلفل وما بيأثر لا على معدته ولا على معه ولا أي شيء. نعم نعمان، بتحب الفلفل؟ آه. كتير أو شوي؟ شوي. شوي؟ آه. بدك تأكل فلفل؟ آه. بدك تأكل؟ يحاول هونيك الفلفل، تعا معي عن يأكل حار، تعا على مسؤوليتك الخاصة. على مسؤوليتك. على مسؤوليتك الخاصة. تعال بحملك. بدي اياكم. تفضل، هيدا كل الحر لك. ده هيدا حر أم مش حر؟ حر. بدوقه أنا؟ بدوقه؟ آه. بجرب؟ آه. مي اعطيه اياها، هاي خليه يعطيها. انا اتحرحرت. بتجرب؟ اه. تفضل. بخليك حد البابا، روح حد البابا. يلا تفضل، عود. يلا كل، يلا خليهم يصوروك.
هيدا نوع الحر اللي عم بياكله كثير حر، هيدا هيدا اكثر انواع الحر انت فيك تاكله؟ لا مش انت حسام. لا بلاش الصراحه، انا بتعامل مع الافعى من الفلفل الحار. لا بس ذوقه يا عم كويس كده. حره جدا جدا، حار جدا، اقوى من الاخضر. ثانيه واحده، هات واحده للاستاذ مالك. لا انا بدي، ما بدي ذوق خلاص، انا خلاص. انا عارف انت ما تحررتش قبل كده، كملها بقى. بعدك عم تاكل؟ اه. مش حار؟ اه مش حار؟ كويس؟ شو بقول لك، صحتين؟ اه. مش ممكن يجي نهار وتندم انه ابنك بياكل هالكميات الحر اللي عم ندمتش؟ هو عمره سنة بده يندم؟ هو عمره 4؟